يسعد لي مساك سماحة السيد، كيفك؟ شو أخبارك؟ منيح؟ إن شاء الله تكون مش منيح. سماحة السيد يسعد لي قلبك يا زلمة، شو هالمعركة العظيمة هي؟ معركة ذات العمود، بحيات قائد الخال، بحيات خال فايزي قلب، شو مشكلتك مع أخت العمود؟ بربك يعني استنناك، قاعدين نضخ فيك قائد المقاومة والمماتعة، بالله شو قصتك مع أخت أمها العمود؟ حطيت راسك من راسه لأخت العمود، ما عرفتش تحل عنه؟ بالله عليك أعتقد، راح لك 50 قتيل؟ والله لو رايح فيهم مشي يا زلمة على فلسطين، طلعهم يصطادوا حجر وعصافير فري كان أحسن لك، ليش حطيت راسك بأخت العمود؟ هلا يعطيك العافية، كثر خيرك، حاطط العمود ونزل دق فيه، تخيل بكرة سماحة السيد هيك، الله يفتحها بوجهك معلم وتتوفق ويجي النصر من عند الله من فوق وتدمر أخت العمود معلم، تتفاجأ بعد مترين في عمود ثاني، بتحط راسك براسه سماحة السيد، يعني تخيل هالعمود فيو راح، خلصنا منه هالعمود هذا، هوب دوب صار بالأرض، طب كم عمود من هون للقدس معلم؟ يعني نحن استنيناك كثير سماحة السيد، يعني طريق القدس كان يمر من العراق ومن سوريا ومن الحسكة ومن السويداء ومن درعا وعمل لفة طويلة عريضة، وكنا ماشيين مستقيم، شو طلعنا لفوق لعند العمود سماحة السيد؟ بالله شو طلعنا؟ هلا بنستناك معلم من عمود لعمود يفرج رب المعبود؟ ما بصيرش هيك سماحة السيد، بس أنا هقلان هم، يعني تخيل يخوزقونا معلم ويطلع في كثير عمدان من هون للقدس، والله بنتبهدل سماحة السيد، إذا كل عمود بده يروح عليه 50 100 واحد خالصين معلم، ما بنلحقش نلعن أخت كل العمدان، أنا معك سماحة السيد، لن يسبى العمود مرتين، بس شو بدك فيه يا زلمة؟ في ثار بينك وبينه لأخت العمود سماحة السيد؟ ما بصير، عيب، والله عيب، صح؟ عيب سماحة السيد، حاط نقرك بنقرك، أنت أكبر من هيك، نحن عم نفور، عم نستنى سماحة السيد ساعة الصفر، ما بصير شيء، عيب، بعدين سماحة السيد، شو قصة هذا الفيديو تبعك؟ والله شو قصته زلمه يفكع عرضك اقسم بالله فيديو توك توكي بيطلع ترند يا زلمه يفكع عينك وشو هالفيديو ها خصوصي النظره هي تبعه والله العظيم انا قاعد حلل انا مستحيل يكون سمحت السيد طالع معلم هيك مجرد فيديو 11 ثاني ابي اعمل هيك مستحيل سمحت السيد انت اكبر من هيك فبلشت حلل يا اخي معقول انه مثلا الفيديو مدته 11 ثاني يكون قصدك شهر 11 والله يا ضرسان تعملها طلع عليك مش صح هيك يمكن قصدك مزبوط معلم بلش عد لك خطواتك وانت عم تخبط طلع معي 3 4 خطوات يعني قصدك انت بثلاثة او 4 11 شو بده يصير ناوي على اخت العمود خلاص ناخذها وعد منك انه باربع اشهر خلاص ما في شيء اسمه كيان عمودي مزبوط سمحت السيد صح مزبوط يعني بالله عليك هي إيران معلم طلعت إذا الموضوع قال نحنا ما نعرف نحنا ما دخلناش صح مزبوط أنا ما دخلني أنا كإيران ماليش علاقة سيد الرئيس راح صف جنبك مش عارف وين متخبي وين متخبي سيادة الرئيس بالله وين متخبي أبتستحيش إذا ما شفتش المجزرة اللي صارت بأخوتنا الفلسطينيين ما شفتش عدد الشهداء اللي صارت امبارح بالله وين متخبي لك طلع راسك يا ابن الحلال خلينا نشوف صنديحتك بس والله ما بدنا شيء لا منك ولا من السيدة الأولى طلع خطاب كذب يا أخي طلع فيديو عمل هيك مثل السيد الحسن مش مشكلة طلع السيدة الأولى يا زلمة السيدة الأولى متعلمي على الفينشست ولا مش عارف شو بسموها هي التست اللي فيها تست طلعها يا زلمه شغل الانستغرام طلعها تعمل هيك طيب تمشي لنا هيك ما بتستحي يا رجل وين متخبي بحيات ربك وين متخبي وين بحمي مين فيش غرفه فاضيه عادي يقول للضابط خيو بدي صفو خاطرك طلع لبرا بدي صور فيديو اعمل لك فيديو يا زلمه انتخلك اخذ فيديو فيش عالم سوريا بحمي مين الزخلك عالم الروسي نفس الشيء نفس وحده فيش مش بس فرجينا وجهك طبيله تبعك سطحت راسنا اخي بدكش تتدخلش واشوف لك شي عمود بالجولان سلندوية والله عليك بتخلي السيد حسن احسن منك شوف لك شي عمود بالجولان معلم تخبط انت وياه واختلك معلم شي عمود خشب يعني دغري هر مش روح السيد حسن راح اختار اسفه عمود يا زلمه وادخن عمود راح يحط راسه براسه شوف لك شي عمود على قدك معلم طويل مثل حكايتك وتسلى فيه يا زلمه تسلى فيه نحن مش ضدك بالعكس نحن معلم معكم نحن معكم اخي لازم انتم تبيضوا صورتكم اكثر مني يعني السيد حسن بارك الله بمن عرف مقدره نفسه ووقف عنده زلمه يعرف انه هو معلم حد وسقفه عمود قاعد عباطح فيه له 10 ايام انت شو ناقصك خيو شو مشان يعني انت حتى عمود فكش ليه يا زلمه جاهلك بين الرؤساء طلع صنديحتك وك ما بدنا شيء ولك حتى الفلسطينيه ما بدونش منك شيء يا زلمه ان شاء الله نفكر الفلسطينيه عم يستنوك اللي قتل شعبه واطفال شعبه بده يهتم لغزة وما غزة ما حدا بده اياك بس طلع صنديحتك نطمن عنك يا اخي طلعنا السيده الاولى بس اقل شيء نقول يا خيي في شيء من ريحه الغالي يعني غير لما يطلع بهدلك شي مره واحد يسوي شغله من غير ما نبهدلك قلنا لك ديك مره ضرب صاروخ خبطته على الجولة واثنين منهم اجوا بعرنا الله ستر ما اجوش عروس البشر انا ما عادش اتحداك بصواريخ بس هي شوف لك شعمود شوف لك شعمود تخبط انت وياه حاتي يضل خطرنا عندكم خيو تاتا سيد حسن شيلك من كل شيء معلم والله العظيم انا مختار عمود اخش ليتي عمود معلم يا زلمي بخشب شوف لك شعمود عقدك شوف لك شعمود عقدك يا زلمه غير العمود المتسمره في حدي بشي متري في عمود هيك خفيف نظيف معلم رفيع كم صاروخ بس نزل هذاك العمود بعدين طلع شوي لمدين كثير عرفت سمعت سيد مش راح يخلص والله مش راح يخلص هيك اخت العمود خليه ياخذ هواء خليه يتنفس شوي شوف لك شعمود ثاني سلم فيه يلا بحياتك تزعلش مني انا بحبك يلا دير بالك حالك